النهائي بتاع الكريم كراميل. انا عايز افهم بس هي ازاي شكلها جامد كده وطعمها يا جماعه بيبقى تحفه تحفه تحفه، وده بيبقى ساقع متلج ده. السلام عليكم، انا اسف جدا ان انا اتاخرت عليكم في طريقه الكريم كراميل. طبعا كلكم دلوقتي عايزين تعرفوا طريقه الكريم كراميل اللي انا بعملها اللولي، صح ولا لا؟ المكونات بسيطه وسهله جدا. قبل ما اقول لكم طريقه الكريم كراميل، عايز كل الناس اللي مش مشتركين عندنا في القناه ينزلوا يعملوا سبسكرايب او اشتراك تحت في القناه، ويعملوا لايك للفيديو علشان عايزين نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. ازاي مش عارف، بس انتوا تقدروا توصلوهم ل 100,000 لايك. وعايزكم تعملوا شير للفيديو في كل مكان كل مكان، عايز العالم كله يدوق الكريم كراميل اللي انا بعمله. 10 بيضات، لتر وربع لبن، كوبايه سكر، 6 اكياس فانيليا. الحاجات اللي معانا دي بقى ايه؟ كسرولة، هنعوز خلاط طبعا، هنعوز الصينيه دي علشان واحنا بنسوي مش هنعمل اللي هي بتعمل في الحله الاول قبل ما ندخلها الفرن والكلام ده، عشان ده بياخد وقت وما بيعملش حاجه، يعني هو الموضوع ملوش اي فايده. هنعوز ازازه فاضيه او معلقتين، هقول لكم تفصلوا البيض ازاي دلوقتي. اول حاجه هنعملها هنفصل الصفار عن البياض في 5 بيضات. هنعمل كده واحد، في كذا طريقه، في الطريقه دي الاولى ان انا اعمل كده ماشي، ده كده بفصل البياض واقوم حاطط الصفاره دي، ايوه نحط الصفاره دي هنا، دي اول صفاره، دي اول طريقه لفصل البيض تمام. الطريقه الثانيه ان انا اعمل كده ماشي، اعمل كده عشان دي بالنسبه لي اسهل شويه. الطريقه الثالثه احنا عاملين كده، بالمعلقه هنقوم شايلين البيضه دي كده ماشي، كده فصلناها وحطيناها هنا، كده فصلنا 3 بيضات، كمان بيضه نقوم جايبين كمان واحدة. وبعدين نقوم عاملين كده الباقي البيض هنعمله هنا عادي كده. ونقوم جايبين 6 اكياس فانيليا. الفانيليا اساسها ان هي تضيع طعم البيض، لان في ناس كتير بيبعتوا لي بيقولوا لي ايه، احنا ما بنحبش الكريم كراميل علشان طعمه زفر ويبقى فيه طعم البيض خالص. اعملوا الطريقه اللي انا بعملها دي واتحداكم ان انتوا تلاقوا طعم زفاره او طعم البيض. هنشيل البياض ده نبقى نعمل بيه اي حاجه بعد كده، ممكن نعمله اومليت، ممكن نعمل اللي احنا عايزينه. هنضرب دول الاول في الخلاط علشان بقى مش مضرب بيض والكلام ده خالص، في الخلاط عادي جدا. ضربنا البيض مع الفانيليا في الخلاط الاول، وبعد كده هنقوم حاطين 5 معالق سكر، 1 2 3 4 5، وبعدين نضربه تاني في الخلاط. الموضوع مش هياخد معاكم دقيقتين تلاتة، بس علشان انا بشرح في الموضوع ساعات بياخد وقت اطول. هنحط لتر لبن، او ممكن ما نكملوش لتر الاول، ممكن نخليه لحد هنا الاول، وبعدين نضرب دول. هنجيب شفشق كمان علشان نزود بقية اللبن بتاعنا ونعمل الخليط كله مع بعض. هنعمل كده الأول نص كمية كده، نجيب بقية اللبن نحطه في الخلاط
ماشي. نجيب كمان الربع ونضربها. نضربهم. هنحط اللي احنا ضربناه على ده. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان نخلطهم، لان انا بعمل كمية اكبر من اللي في الخلاط. احنا كده يعتبر جهزنا الكريم كراميل. قبل ما نحطه في القوالب بتاعته هنعمل حاجة بسيطة جدا. هنجيب الكاسرولة وكوباية سكر. هنحط كوباية السكر هنا وهنحط السكر على النار، نفضل نقلبه لحد ما يسيح ويبقى زي العسل بالظبط. نسخن زي ما انتم شايفين كده، نفضل نسخن لحد ما السكر ده كله يسيح. طبعا انتم مش شايفين الريحه التحفه اللي انا شايفينها دلوقتي. ما نحطش بقى ميه ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتتحط دي زي ما الناس بتعمل، هو السكر وعلى النار على طول لحد ما بيبقى زي العسل بالظبط كده، بس غني شويه. نجيب بقى الجلافز علشان ده اهم حته، لان بيبقى سخن جدا. ونقوم حاطين زي ما احنا شايفين كده، نحط شويه ونقوم عاملينهم كده. زي ما انتوا شايفين كده اللي بيقع ده عادي جدا، لان احنا الرخامه بنقوم عاملينه كده بيطلع معانا وبناكله عادي. كده حطينا الكراميل جوه القوالب. بعد كده هنقوم عاملين ايه؟ هنبدا نصب الكريم كراميل جوه القوالب. الفوم ده هنحطه بس في الاخر علشان ما نبقى فاهمين ايه اللي مليان وايه اللي لسه مش مليان. بعد ما حطينا الكريم كراميل بتاعنا في القوالب، ملينا الصينية اللي احنا كنا حطينا هنا مية وحطيناها هنا عند الفرن، وهنبدأ نشيل القوالب بتاعتنا واحد واحد ونحطهم جوه الصينية اللي مليانة مية. مليانة مية علشان تستوي على البخار. لو عايزين تجربوا الكريم كراميل بالبسكوت زي اللي انا كنت عامله، كل الموضوع ان انتوا هتجيبوا البسكوت اللي انتوا بتحبوه، تطحنوه كويس جدا جدا جدا، وتحطوا عليه معلقتين زبدة سايحين او ثلاثة، وتعملوهم مع بعض، وبعد كده تقوموا حاطينهم على وش الكريم كراميل. بعد ما نحطهم في الصينية اللي مليانة مية علشان يستووا على البخار، هنفتح الفرن على الماكس. الماكس ده عندي اللي هو 280، بسيبهم لمدة ساعة. شكل الكريم كراميل اول ما خرج من الفرن ده شكل الكريم كراميل بعد ما طلع من التلاجة. في حاجة بقى، الناس اللي بتحب تاكلها ساقعة ومتلجة وحلوة زي ما احنا بنعملها، قبل ما تاكلوها بساعة ساعة ونص تحطوها في الفريزر، وبعد كده لما تطلع هتقوموا عاملين زي ما انا هعمل دلوقتي. 3 دقايق على النار، وبعد ال3 دقايق هنسلك الاطراف ونقلب. بعد ما حطيناها على النار لمدة 2 لـ3، هنقوم جايين على الاطراف كده، عاملين كده مسلكين الاطراف بس. ويبقى معانا مساكة علشان نقلبها في الطبق. عاملين كده نقلبها بس من جنب كده، وبعد نقوم عاملين الجنب التاني. ايوه كده اهو النهائي بتاع الكريم كراميل.
يا رب لما تجربوها تعجبكم، دي اهم حاجه. يا جماعه تحفه.